ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات نص صحة مشكل في قناة الصحة والجمال. طبعا اتكلمنا عن المواضيع كتير جدا الحلقات اللي فاتت. النهاردة موضوع الحلقة بتاعتنا عن دعم الطفل سر النجاح، مقرر عن الحلقة اللي فاتت برضو بنفس الاسم، لأن احنا عايزين نعمل حاجة قوية للأطفال وللأسرة والمجتمع بالكامل. طبعا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص كل أسرة وكل بيت، في سواء في المدرسة أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان أو في النادي، في كل الأماكن يبقى عندنا طفل اسمه فرط حركي، عنده فرط حركة قوية، عنده حركة كتير، بيعمل عنف كتير، بيتعامل مع أخواته بعنف، بيتعامل مع الآخرين بعنف. النهاردة هنتكلم عن إزاي نعمل أنشطة تقلل فرط الحركة، تغذية إزاي تقلل فرط الحركة، إرشاد أسري وسلوكي إزاي يقلل فرط الحركة. طبعا معانا النهاردة الأستاذة رانيا مصطفى. أهلا بحضرتك يا أستاذة رانيا. أهلا بك يا دكتور، شرفتينا تاني تالت مرة على التوالي إن شاء الله، ودايما يا رب النجاح للنجاح. اللهم أمين يا رب. عرفنا أن حضرتك عندك أنشطة كتير جدا في فرط الحركة، إزاي تعالج الأم فرط الحركة. هو فرط الحركة ده اضطراب سلوكي لازم نتكلم عنه كويس، ولازم نفرق ما بين النشاط الزايد وما بين الفرط الحركة. عايزين بس نتفق على حاجة قبل أي أم ما تقول أنا ابني عنده فرط حركة، في حاجة اسمها نشاط زايد اللي هو الطفل بيتعب من كتر اللعب فخلاص هو بيفصل، لكن فرط الحركة اللي هو ADHD ده نشاط زايد جدا، ليه 5 صفات الأم لازم تكون مدركة ده كويس جدا. ولازم نتفق على حاجة، بتجيلي أسئلة كتيرة أو تجيلي يعني أمهات كتيرة بتتكلم بتقول ده أنا ابني عنده فرط حركة. لا، فرط الحركة ده مش سهل، يعني ما احكمش على طفل عنده فرط حركة إلا لما يكون عنده 5 علامات لفرط الحركة ده. تمام. ثانيا، إن الطفل اللي عنده فرط حركة بيكون عنده تأخر دراسي. طفل فرط الحركة بيكون عنده تأخر دراسي، وبيكون عنده تشتت انتباه، وبيكون عنده اندفاعية. ايه بقى الاندفاعية؟ اللي هو ما بيحسش بالمخاطر، هو مش عارف هو رايح فين، هو بيتحرك بس هو مش عارف بيتحرك هو عايز ايه، هو عايز، عشان هو طفل ملول، يعني هو بطبعه يا دكتور محمد طفل ملول، ما يقدرش يقعد كده على الكرسي دقيقة، دايما يهز في رجله وفي ايديه، ما يعرفش يتعامل مع نشاط جماعي، ما بيقدرش، ده غصب عنه. ولازم طبعا الام، ولازم الام تتفهم طبيعه موضوع فرط الحركه لانه هو مش سهل. المشكله يا استاذه رانيا ان كل الامهات بتقابل فرط الحركه، ان ابني بيقلقني دايما، بيخليني يسيب المهمات المنزليه واجري وراه في الشقه، دايما بيعور نفسه بيأذي نفسه. هو فعلا طفل فرط الحركه ممكن يأذي نفسه وممكن يمسك اي حد يعوره، لانه مش حاسس، مش مدرك هو بيعمل ايه، هو مش مدرك. هو ده اللي بنتكلم عليه، لان طفل فرط الحركه لازم بنعمل معاه حاجتين. طبعا اول حاجه بيتوجه لدكتور مخ واعصاب، بيعمل رسم مخ وبيديله ادويه بتهديه، وبيجي دورنا احنا بقى اللي هو تعديل السلوك، ان احنا بنعمل معاه جلسات. وطبعا في بعض انشطه ممكن نعرضها يا دكتور محمد. طبعا في الفيديوهات اللي حضرتك عاملاها، وفي انشطه كتير بتتكلم على فرط الحركه، بس لازم بوجه كلمه للام، لازم تتفهمي طبيعه ابنك ان هو ده بيعمله غصب عنه مش بارادته، انت لازم تقاوميه بحاجات بسيطه. لو ما بينزلش حضانه ان شاء الله ربنا يعني يزول الغمه وينزل حضانه او مدرسه، يروح نادي. حضرتك عامله اونلاين حضانه اونلاين؟ حضانه اونلاين ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله ربنا يبارك لك يا رب، يعني عاملاها اونلاين انا واستاذه امان، والاستاذه امان فوده برضه عاملينها حضانه اونلاين. فلازما ننزل حضانه، لازما نروح مكان مفتوح، لازما نادي يطلع فيه طاقته، نشاط رياضي، انشطه. وبطلب من كل ام تتفهم طبيعه موضوع فرط الحركه. وطبعا دلوقتي هتعرض الانشطه، نشوف الفيديو دلوقتي ان شاء الله. وزي ما قلنا يا دكتور محمد لازم نستغلهم في انشطه. طب ده كده بيعمل ايه يا استاذه رانيا؟ ده حجاره كنا جايبينها في الاكاديميه عندي، وبيفرغ طاقته ان هو
بيشيل من الباسكت ده يحط الباسكت ده، وده بردك نشاط الرمله اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه السابقه. عملناه بالمره اللي فاتت بالملح. عملناه بملح. انا ممكن اعمله باي طريقه على فكره، دي بس جميله الاكاديميه جدا. دي في عندي. الاكاديميه عند حضرتك؟ دي في الاكاديميه عندي. وده البانر، البانر ده مهم جدا لفرط الحركه، مهم جدا، بيطلع الطاقه. شايف حضرتك ان احنا بس ينط، مجرد ما ينط كده هو ده بيطلع طاقته. تمام. يعني مجرد ان هو ما بينط، هي دي طاقة الطفل بنستغلها في كده، لان هو بيبقى عنده نشاط زايد وعنده تملل. فدي مشكلة خطيرة معلش جدا. معلش يا استاذة رانيا، يعني هاخد من وقت حضرتك بس عشان معايا مكالمة هاتفية من مداخلة مع الدكتور اسلام الليسي شركة المهن الطبية للأدوية. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتخص الوقت الحالي اللي احنا فيه، في الزمن اللي احنا في زمن الكورونا وفيروس كورونا. صباح الخير يا دكتور اسلام. صباح الخير يا دكتور محمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. شرفتنا يا فندم في حلقتنا في نص صحه مشكل. الله يخليك. والله يا دكتور، في انتشر على المواقع التواصل الاجتماعي في الفتره اللي فاتت وصفحات الانترنت علاج فعال في حالات الكورونا، واللي انتشرت بطريقه فظيعه جدا. ايه مصدر المعلومات دي وصحه المعلومات دي يا دكتور؟ دكتور محمد، أنا بس في البداية أحب أهني مشاهدينك الكرام وشعب مصر بمناسبة ثورة 30 يونيو، وأدعو لربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ويرفع عنا الكورونا ويحفظنا جميعا. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. بالنسبة للأبحاث اللي تمت في الفترة الأخيرة، كان في دراسة سريرية اتنشرت نتائجها من حوالي 10 أيام. الدراسة دي أهميتها إن هي تمت في واحدة من أعرق وأكبر الجامعات في إنجلترا، اللي هي جامعة أكسفورد. الدراسة أثبتت إن إضافة مادة الديكساميثازون، عقار الديكساميثازون، لبروتوكولات العلاج المستخدمة حاليا بيؤدي لخفض معدل الوفيات إلى الثلث. وده طبعا بيأكد إن عقار الديكساميثازون ليه فاعلية كبيرة جدا في علاج فيروس كورونا. جميل يا دكتور. يعني الدواء ده حضرتك متواجد في مصر هنا ولا خارج مصر؟ موجود فعلا، واحنا شركه ام يو بي المهن الطبيه بتنتجه في فورم امبولات. جميل. يعني موجود في مصر هنا ومتوفر وسعره في متناول الجميع يا دكتور ولا؟ طبعا زيه زي جميع منتجات شركه ام يو بي المهن الطبيه. طبعا هو طبعا معروف عن المهن الطبيه ان هي دايما بتعمل اسعار في متناول الجميع. فعلا ده كلام حضرتك صح يا دكتور محمد. هو الديكسا يا فندم بيستخدم في جميع الحالات ولا الحالات السريريه فقط؟ لا، هو طبعا بيستخدم في الحالات السريريه بس، بيضاف للبروتوكولات اللي بتستخدم زي ما قلت لك، ونتائجه بتبقى بتؤدي الى خفض معدل الوفيات الى الثلث. اصل في ناس كتير جدا للاسف بعد ما الانترنت والتواصل الاجتماعي عملت الحمله ديت، الناس ابتدت تحمل تشتري الحاجات ديت وتخزنها في بيتها. والله يا دكتور محمد، هو زي ما قلت لك، هو اهم حاجه لازم كلنا نتفق عليها ان استخدام اي دواء لازم يكون تحت اشراف ومتابعه طبيه. اكيد طبعا، اكيد. طيب دكتور، هو في انا عرفت ان في المهن الطبيه برضو في ادويه بتزود مناعه الجسم، وهل ديت متواجده فعليا؟ هو طبعا زياده المناعه دي حاجه مهمه جدا، لكن كمان مهم قبل ان احنا نتكلم عن المناعه نتكلم عن الوقايه. يعني اهم حاجه بالنسبه لنا في الفتره الحاليه غسيل الايدين بالماء والصابون لمده 30 ثانيه، ان احنا لازم نلبس الكمامه طوال التواجد. الارشادات العامه يا فندم يعني ده. لكن انا بتكلم على مستحضر معين، ان احنا دلوقتي احنا طبعا معانا دكتوره حنان تغذيه علاجيه، فاحنا عايزين بقى ايه الحاجه اللي تنافسها بقى. الادويه، بس احنا عايزين الادويه بقى اللي تفيد المناعه زي الفيتامين سي وفيتامين دي. طبعا هو بالنسبه زي ما قلت لحضرتك دكتور محمد، بالنسبه مع الوقايه ان احنا ممكن نستخدم ادويه تزود المناعه ضد الفيروسات. طبعا اشهر عندنا فيتامين سي، في فيتامين د، في ماده الزنك. وشركه المهن الطبيه ام يو بي بتنتج الحمد لله مستحضرات زي فيدروب شراب الاطفال واراز دافالندي، ودي بتحتوي على فيتامين د، في حاجه مهمه كمان في الاكتف فورم بتاعه، لان يعني طبعا مهمه جدا. وفي عندنا كمان اقراص فيتا ستريس زنك، دي تحتوي برضه على ماده الزنك. بالاضافه زي ما قلت لحضرتك في البدايه، في امبولات الديكسن سازون اللي هي بتعتبر دلوقتي احدث اضافه لبروتوكولات العلاج.
افادك الله يا دكتور اسلام، واشكر حضرتك على المداخله الجميله ديت، وان شاء الله باذن الله في مداخله تاني بعون ربنا لحاجه افضل. دايما في المهنه الطبيه بنقدم حاجات جميله، وبيشرفني طبعا ويسعدني واكون ويزيدني فخرا ان انا بنتمي الى المؤسسه ديت، مؤسسه فعلا بيتنا، مش شركتنا، لا دي بيتنا. نرجع تاني مع الاستاذه رانيا، معلش اعطيناك يا استاذه رانيا على المشهد. نشوف الفيديوهات تاني معلش، اللي طبعا اللي كان بيعملها الطفل دوت مازن حبيبي وحشتني والله. ده نشاط معمول بالرمل للليدرز او النمبرز، وده نشاط البانر ممكن نعمله على بانر. ده بيطلع طاقه الطفل، وقلنا دايما الطفل لازم يخرج طاقته في حاجه، فالانشطه دي مهمه جدا. وده نوع قلنا من الحجاره بننقل من باسكت لباسكت. الاطفال ديت اللي عندهم فرط حركه بيحبوا جدا النشاط، وما بيحبوش النشاط الجماعي قوي، وما بيحبوا النشاط الفردي لان هو طبيعتهم كده. احنا قلنا فرط الحركه هو اضطراب، الاضطراب ده خلل ما، هو ما بيقدرش ان هو بيتملل بسرعه، يعني هو بيتملل بسرعه ما يقدرش يستنى دوره في النشاط الجماعي. فطبعا ده دور الاخصائي التنميه او تعديل سلوك، ان احنا بنوظف بنخليه يقدر يتواصل مع اصدقائه، ان هو يواصل النشاط ويكون عنده صبر. طبعا بنعمل جلسات تعديل سلوك كثيره، اولها بتكون للام وللاسره. ده جميل جدا، ده مطلوب جدا يا دكتور، ان احنا ازاي نعرف الام ازاي تتعامل، هي عايزه تاهيل نفسي تتعامل مع ابنها ازاي نفسيا. طبعا يا دكتور محمد الموضوع مش سهل زي ما الناس فاكره، لان موضوع فرط الحركه ده بعد كده كل ما السن بيكبر كل ما المخاطر بتكتر. هو عايز مع مثلا مع مامته بيعدي الشارع، هو عايز يجري، هو مش فاهم مخاطر، يعني مش فاهم يعني ايه مخاطر، وهي دي الاندفاعيه اللي احنا بنتكلم عنها. ما بيقعدش في الفصل، دي بتيجي شكوى كتيره جدا، انا ابني ما بيقعدش في الفصل، عايز يمشي ويروح ويتسلق الاشياء. الاشياء على فكره دكتور محمد يعني بيتسلق، ده صفه من صفات فرط الحركه. جميل جدا دكتور. معانا مداخله هاتفيه من اسوان بوابه، اتفضلي يا فندم. اسمح لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي اقول رايي واقتراح بالنسبه لموضوع كورونا، يعني ان شاء الله حينتفع به كل اللي يسمعوا ان شاء الله يا رب. الفيروس حضرتك يعني خطورته في ان هو بيتمكن من ان هو من الصحه العامه للانسان، فالدواء والغذاء دول حضرتك بيقوي مناعه الانسان. لكن اكيد طبعا احنا كان معانا طبعا دكتور اسلام، ومعانا الدكتوره برضو رانيا تغذيه علاجيه هتتكلم برضو عن الجزئيه دي. اتكلمنا في الجزئيه ديت الحلقه اللي فاتت. اي انا هتكلم عن نقطه حضرتك هتفيد ان شاء الله كل اللي يسمعهم باذن الله. ان شاء الله. الله يمين يا رب. الفيروس محمل بطاقه ضر شديده لاي جسم يتمكن منه، لو تم تفريغ الطاقه دي باذن الله هيصاب الفيروس بالشلل في جسم الانسان. فبالرقيه الشرعيه وبعشر ايات من سوره النور من 35 ل 45 باذن الله هيتفرق يا رب. اللهم امين يا فندم. مشلول في جسم الانسان، فيا ريت بعد اذن حضرتك تتقرع اللي يحس بنغزه او تقلف صدره او الاخ، يا ريت يرقوا نفسهم حضرتك، هيصيبوا الكورونا بالشلل، مش هتقدر تعمل حاجه، وهم باذن الله بالدواء بالشلل. طبعا يا فندم ميرسي جدا لذوق حضرتك المداخله الجميله، وندعو للشعب المصري كله يا رب كده بالصحه والعافيه، ويحفظ مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها يا رب. طبعا مداخله جميله منها طبعا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا طبعا يعني طبعا. كل داء وليه دواء ربنا خلقه. طبعا في بقى عشب كده انا هقوله حاجه بقى، هتخش في التخصص كده بتاع الدكتوره لا لا انا طبعا متفاوضه معايا في الموضوع دوت. ده عشب مش الكزبره الخضراء او الكزبره الناشفه. جميل. دي جميله جدا 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 لفرط الحركه، ان شاء الله استخدموها. لو كزبره خضراء او ناشفه بتتغلي وبنحليها بعسل ابيض، وبنقلبها بمعلقه ما تكونش الومنيوم، بتكون خشب عشان الاكسده، وبيشرب منها مره الصبح ومره بالليل، دي ان شاء الله كويسه جدا وبتهديه. وبرضك في برفن اللافندر او زيت اللافندر،
او عشبه اللافندر، دي بتهدي جدا، لان قلنا طبعا طفل فرط الحركه بيحتاج حاجه تهدي. اكيد دي حاجه في فيديوهات طبيعيه تانية يا دكتور ولا لا؟ في صور بقى انشطه. لا الصور ما فيش بقى، ماشي ما فيش مشكله، خليها المره الجايه. ان شاء الله باذن الله. حاجه مفيده جدا يا دكتور، تسلمي. بس جميل جدا الفيديوهات ديت، وحاجه ممتعه جدا ان انت تعملي مع الطفل كده، وفي الاكاديميه بتاعت حضرتك. ربنا يا رب يبارك لك فيها يا جماعه. اكاديميه حضانتي، حضانة الطفل المثالي. حضانة الطفل المثالي فين العنوان؟ فين؟ اللي بيني. اللي بيني؟ الهرم. الهرم طبعا، والرقم بتاع الدكتورة رانيا موجود للتواصل. طبعا هنخش في موضوع تاني في الحلقة بقى، التغذية العلاجية، ان احنا ازاي نقلل فرط الحركة في التغذية العلاجية، مع الدكتورة حنان حلمي اخصائية التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. منورانا ومشرفانا دايما يا رب. ربنا يسعدك يا رب. تسلم. يا دكتور، ايه الادويه المسموحه او الممنوعه من الاطفال للاطفال في الـ في الـ في الجزئيه ديت في فرط الحركه؟ طبعا يا دكتور، الغذاء هو مهم جدا جدا جدا، ويقدر ان هو يسبب امراض، ويقدر ان هو يعالج امراض. واهم الاغذيه اللي مسموحه وممنوعه لاطفال فرط الحركه، بس قبل ما نقول ايه هي الاطعمه المسموحه والاطعمه الممنوعه ليهم، هنقول ان في اطفال كتير قوي اتعملت عليهم دراسات ولقيوا ان هم في اجسامهم نسبه الحديد والمغنيسيوم والزنك قليله جدا، بالإضافة كمان إن الأطفال دول بتبقى نسبة المعادن الثقيلة في جسمهم عالية جدا، زي الرصاص والألمونيوم. ده بيزود دكتور فرط الحركة؟ طبعا. يعني المضاد الأكسدة ديت أو الأجسام الموجودة ديت موجودة في جسم الطفل. أيوة. بتزود عنده فرط الحركة. دي طبعا تسممات، دي حاجات حاجات سموم داخل الجسم بتزود فرط الحركة. وفي نفس الوقت بتبقى تشتت. وفي نفس الوقت العناصر بقى الغذائيه او الـ 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 العناصر المفيده زي الحديد والزنك اللي هو اصلا مسؤول عن صحه المخ، بتبقى قليله جدا عندهم، ده برضو بتسبب التشتت تشتت الانتباه وفرط الحركه. اما بالنسبه بقى للمسموح والممنوع، اول حاجه ان احنا لازم انا اسف معلش، انا سمعت السؤال، انا السؤال هو دوت اللي كان واخد دماغي يعني، عشان كده كنت مركز فيه، اللي هو الاطعمه المسموحه او الممنوحه للطفل، فهي ده اللي كان شاغل دماغي، عشان كده دخلت لحضرتك على طول فيه، بالرغم ان احنا المفروض نقول لحضرتك التغذيه اللي احنا ازاي الصحيحه في فرط الحركه. تمام، ما انا فهمت حضرتك. اول حاجه لازم يبعدوا عن السكريات بكل انواعها، عن الاكل، اي اكل فيه سكريات، اي اكل فيه حلويات، كل السكر ممنوع تماما. تاني حاجه الاطعمه المعلبه اللي فيها مواد حافظه، الاطعمه الملونه، الحلويات طبعا الملونه والبونبون الملون والمصاصات اي حاجه فيها مواد حافظه يا دكتور. والشوكولاته والمعلبات عموما، العصير المعلب او اللي هو بيبقى فيه نسبه سكر عاليه جدا، كل الحاجات دي ممنوعه. طبعا اتعملت ابحاث كتير جدا عليها، ولقيوا انها بتحسن فعلا من نشاطهم، وبتقلل فرط الحركه عندهم. جميل. في بس نقطة كده تانية، أوقات يا دكتور بعد ما إحنا هنشيل كل الأطعمة اللي فيها السكريات واللي فيها مواد حافظة والمواد الملونة والحاجات دي كلها، أوقات برضو بيبقى لسه في أطفال برضو لسه الحركة زيادة عندهم حتى بعد ما منعنا الأكل ده، بيبقى أوقات في الأكلات اللي هي بتسبب الحساسية عموما، بتبقى قعارض بتسبب فرط حركة. لازم في الحالة دي نمنع كل الأكلات اللي بتسبب الحساسية، زي البيض، السمك، اللبن، الموز، الفراولة، كل الحاجات اللي بتسبب الحساسية. هنمنع. يا دكتور يعني أثرني سؤال شوية بس كده في دماغي دلوقتي، هل الأم وهي حامل في الطفل ليها دور في التغذية بتاعتها
في فرط حركة الطفل لما بعد الولادة؟ طبعا يا دكتور، هي نسبة تعرضها للإشعاع عالي جدا أثناء الحمل. نسبة التدخين، سواء بقى التدخين هي بتدخن أو التدخين السلبي أو الإيجابي. كمان تعرضها المستمر للسموم، زي ما قلنا المعادن الثقيلة، زي مثلا زي الألمونيوم أو الرصاص أو الزئبق. ساعات أوقات بيبقى فيه مخلفات المصانع اللي بتترمي في المية، السمك بياخد الزئبق، نسبة زئبق عالية، واحنا لما بناكلها بنتسمم بيها او بتتنقل لجسمنا. ذرات الالومنيوم اللي هي بتبقى موجودة في الحاجات الالومنيوم او الحلل الالومنيوم اللي احنا بنطبخ فيها، بنستعملها لفترات طويلة او على مدى سنين طويلة، بتتفاعل بيجي لها مؤثر. تقصدي النظافة نفسها، النظافة العامة في الاواني؟ لا، ذرات الالومنيوم ذات نفسها بيجي لها وقت وبتدخل في الطعام. مع خصوصا مع الحمضيات زي مثلا الصلصه والطماطم والحاجات دي، بتبدا تتفاعل وتبدا تدخل جسمنا. طبعا تعرضها المستمر للملوثات البيئيه ديت، او التلوث بالهواء، او التعرض للاشعاع المستمر، او التدخين، طبعا كل الحاجات دي بتسبب او بتاثر على الطفل. كمان لما بتكون هي كمان ما بتتغذاش كويس، يعني يمكن من اسباب فرط الحركه عند الاطفال الولاده المبكره، او اللي هم الاطفال اللي هم وزنهم قليل، يعني هي برضو تغذيتها اثناء الحمل ليها دور مهم جدا 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 في صحه الجنين، زي ما قلنا في اول حلقه في المناعه، ان هي مسؤوليه تامه عن صحه الطفل فيما بعد. زي ما قلت لحضرتك، نكمل بس موضوع الاكلات اللي فيها حساسيه. احنا هنبدا نمنع الاكل، بس بعد اسبوعين هنبدا ندخل صنف صنف، يعني هنبدا مثلا ندخل البيض. وهتبقى الام هتعمل ايه بقى؟ هيبقى معاها ورقه كل يوم، هي كتبت النهارده ان هي دخلت البيض في الاكل. هتبدا تشوف سلوك الطفل اتغير ولا ما اتغيرش، وايه اللي اتغير فيه بالظبط، وتبدا تحدد مع كل صنف من الاصناف اللي احنا ذكرناها اللي هي بتسبب الحساسيه، هتبدا تجربها لحد ما تتاكد ايه هي الاصناف اللي سببت له فرط حركه، وايه هي الاصناف اللي ما سببتلوش، وبالتالي هتقدر تستبعد الصنف او الاثنين اللي سببوا له فرط الحركه. طبعا يا دكتور، مع قطع كلامك، مع الانشطه، يعني هي بتتابع الاكل مع كل واحد بيتابع الانشطه. لا، انا اقصد ان هي بتتوازى، الام بتبقى موازيه مع الاكل مع الانشطه. انا بتكلم يا دكتور، انا بتكلم ان يعني هي انا عايز اوصل للساده المشاهدين ان احنا فريق متكامل، احنا الحمد لله رب العالمين فريق عمل مع بعضه، مش عشان حد على التخصص الثاني، لا بالعكس، احنا بنكمل بعضينا، فريق بنكمل بعض فعلا. انا بتكلم يا دكتور ان هي مثلا دلوقتي لو البيض بيعمل له حساسيه وبيسبب له فرط حركه، هي هتبدا تراقب سلوكه. هي هتدخل دلوقتي البيض في الاكل، هتبدا تراقب السلوك بتاعه، هل السلوك بتاعه اتغير، ايه اللي اتغير بالظبط، وتبدا تشوف مع، طبعا هتتابع مع الدكتور او تتابع مع اخصائي التغذيه، وهتبدا تشوف هيبقى عندها حصر بالاصناف اللي هي بتسبب له الحركه. يعني بدل ما هنستبعد، احنا هنقول هنستبعد خمسه كده من دماغنا، لا، في الاخر هنلاقي مثلا هو صنف واحد بس هو اللي بيسبب له فرط. تحياتي ليك يا دكتور، هنبدا احنا بنعمل كده في الارشاد الاسري بجد يا دكتور محمد، بنعمل كده، تحياتي ليها. بنشوف النهارده الام طبقت النشاط ده او السلوك ده، جاب معانا نتيجه، بنستمر. ما جابش بنستبعد وبندخل سلوك تاني. احسنتي، على الهواء. تسلم يا دكتور. طبعا بنهتم بالاكل اللي فيه حديد وفيه زنك وفيه مغنيسيوم كتير، فيتامين دي، ولازم يتعرض للشمس. الشمس مهمه جدا جدا. بس في اوقات معينه يا دكتور ولا في اي وقت للشمس؟ لا، في الوقت الصبح اللي هو وقت الساعه 9 الصبح او الساعه 10 الصبح، وقت اللي هو بعد العصر، الساعه 4 العصر، لكن طبعا مش الشمس الحارقه دي اللي احنا بنشوفها في وقت الظهر دي، لا طبعا. في بقى اكلات كمان عشان خاطر احنا قلنا ان هو اوقات بيبقى فيه سموم في جسمه، تسمم بالمعادن الثقيله دي، لا احنا ممكن برضو كمان في اكلات تانية. طبعا هنهتم بالخضار، هنهتم بالخضار كويس جدا، هنهتم بالبروتينات لازم، هنهتم بالحبوب، بالبقول الكامله، الحبوب الكامله، اي اكل هنهتم بيه ما عدا اللي قلنا عليه مسببات الحساسيه، اي اكل بيسبب له حساسيه او فرط حركه، او السكريات، او اللي بتحتوي على مواد حافظه ومواد ملونه.
طبعا الاكلات اللي يعني هو طبعا نتيجه التعرض للسموم المستمره اللي احنا بنتعرض لها او الطفل بيتعرض لها. في عندنا الحاجات اللي بتنقي بقى الاكل اللي بينقي السموم ديت، طبعا الخضروات، الخس، البقدونس، الكرفس، البنجر، الجزر، الفراوله لو ما عندوش منها حساسيه زي ما اتفقنا، البرتقال، الحاجات عموما اللي فيها فيتامين سي عموما. ايوه كده يا دكتور، ايوه كده. يعني هو ده اللي كنا مطلوب من حضرتك الحلقه اللي فاتت، فيتامين سي. ادي الاسماء خضروات وفواكه واكلات. زي ما قلنا البنجر والجزر والفراوله والبرتقال والفلفل، كل الحاجات اللي فيها فيتامين سي. طبعا الحاجات اللي فيها اوميجا 3 دي مهمه جدا جدا جدا، دي معروفه طبعا للدماغ والمخ. السمك بقى، لو السمك يعني ما بيسببش او مفهوش اللي هو او اللي هو برده ما بي السمك اللي هو، ما احنا قلنا ان للاسف في اسماك بتتغذى على او باجسامها بتبقى مليانه بالزئبق وده ملوث. يعني احنا مش عايزين نمنع طبعا، بس لحد ما او بقدر ما، او نجيب الحاجه المضمونه. الجوز والمكسرات عموما والفول السوداني وممكن زيت بذرة الكتان، كل الحاجات دي فيها أوميجا 3 عالية جدا ومفيدة للمخ. وطبعا يعني زي ما قلنا برضو كل الخضروات والفاكهة، تهتم بالخضروات وتهتم بالفاكهة وتهتم بالبروتين كويس قوي، وإن شاء الله بإذن الله هيبقوا كويسين وبخير بإذن الله. جميل جدا يا دكتور. يعني طب في أضرار معينة من الأدوية ممكن تسد شهية الطفل إنه ما يتغذاش صح؟ تمام يا دكتور. طبعا احنا زي ما اتفقنا مع الدكتوره رانيا ان هو بس لازم، معلش انا عايز اوضح بس جزئيه، مش معنى ان انا بقول الادويه المضره للطفل او سد الشهيه يبقى احنا ما نديش الطفل ادويه. زي ما الدكتور اسلام الليسي افاد ان الادويه لا تؤخذ الا عن طريق الطبيب المعالج، يعني عمر ما الدكتور هتروحي ليه ومش ما يكون ابنك محتاج دواء وهتديهوله. مش معنى كده ان انا بقول بنلغي تغذيه علاجيه او الارشاد الاسري او السلوكي، ما بنلغيش، احنا كلنا بنكمل بعضينا. الطفل محتاج كل حاجه، محتاج التغذيه، محتاج العلاج، محتاج السلوكي، محتاج الارشاد الاسري. طبعا اتفضل يا دكتور. طبعا يا دكتور، حضرتك قلت الكلام اللي انا كنت هقوله ان هو زي ما قلت زرانيا ان العلاج بيشمل مجموعه من العوامل. يعني طبعا لازم العامل السلوكي يبقى موجود، لازم الادويه موجوده، لازم العلاج الغذائي موجود. لازم يبقى الثلاثه موجودين، يعني ما ينفعش نستغنى. هو في طبعا يعني اولياء امور كتير قوي او امهات واباء كتير قوي بيستغنوا عن الدواء وبيكتفوا بالعلاج الغذائي والعلاج السلوكي، بس لو الطفل محتاج الدواء ده طبعا لازم الطبيب هو اللي يقرر، يبقى لازم يكون في الدواء. انا لما بتجيلي حالات يا دكتور محمد انا بعرف الطفل اذا كان واخد دواء مهدئ قبل ما يجي ولا لازم ياخد ليه دواء مهدئ عشان اعرف اشتغل معاه في الجلسه. لازم اكيد. طيب. طبعا من الادويه ليها طبعا اثار جانبيه، من ضمن الاثار الجانبيه بتاعتها اللي هو سد الشهيه، وطبعا الطفل بيبدا وزنه ينزل. لكن احنا طبعا مع لازم يكون عند الامهات صبر، لازم يكون عندها صبر وتكون صبوره وتبدا تتعامل معاه في الحاله ديت ان هي تقدم له وجبات صغيره جدا على مدار اليوم. يعني مش معنى ان احنا نحط للطفل ثلاث وجبات رئيسيه زي ما احنا بناكل كده فطار وغدا وعشاء، لا ده طفل محتاج معامله ثانيه خالص. احنا ممكن نقدم له وجبات صغيره على مدار اليوم عشان نقدر نواجه موضوع سد الشهيه دوت. يكون في مواعيد منتظمه للوجبات ومواعيد ثابته، مش يبقى بطريقه عشوائيه كده. نقدم له الوجبات او الاصناف بتاعته بشكل حلو، يعني نزوق فيها، نحط الوان مختلفه عشان تفتح شهيته للاكل. لازم احنا كمان نقعد مع الطفل على السفره ونقعد ناكل معاه وما نقومش قبله، لا ناكل معاه ونشجعه على الاكل. احنا ممكن نقدم له طبعا، هو احنا خلاص هنبعد عنه كل الحاجات اللي هتضره، هو طبعا هيبقى محتاجها وهيزن عشانها. احنا هنقدم له الوجبات الصحية، عدد من الوجبات الصحية، او وهنقول له اختار واحد منهم، يعني اختار انت عايز تاكل ايه.
هنحاول ان احنا نخليه يشاركنا، يشارك الام في ان هو يحضر الوجبه دي او يحضر الوجبه بتاعته، عشان لما هيحضر اللي هو هيحضر وجبته او هيساعد فيها هيبقى عنده دافع او حافز ان هو عايز ياكل الحاجه اللي هو عملها بايده. كل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله هتساعد. ما تخليهمش، ما ينفعش نديلهم وجبات صغيره كتير ما بين الوجبات او قبل الطبق الرئيسي او قبل الوجبه الاساسيه، ما ينفعش نديهم وجبات صغيره كتير، لان طبعا كل ده هيشبعه وهيجي يجي الوقت الطبق الرئيسي او الوجبه الرئيسيه مش هياكل. ما ينفعش ان احنا نخليه يشرب ميه كتير او يشرب لبن كتير قبل الوجبات، لان ده طبعا هيدي احساس بالشعور بالامتلاء والشبع وبرده مش هياكل. كل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله لو رعيناها مع الصبر زي ما قلنا، الصبر الام لازم تكون صبوره، ما تتعصبش عليه، ما تقولهوش انا هعاقبك لو ما اكلتش، لان ده طبعا التوتر هيخليه برده شهيته تقل اكتر ومش هياكل وبرده مش هياكل. فهي لازم تبقى صبورة على قد ما تقدر عشان خاطر بإذن الله تعدي معاه الأزمة دي على خير إن شاء الله. تسلم يا دكتور، يا رب على المعلومات المفيدة جدا ديت. يا ريت الأمهات تكون جاهزة، كانت ورقة وقلم وكان بتكتب ورا الدكتورة حنان. أول مرة تقول كان النهاردة فواكه وخضروات، فكل مرة كان بتتكلم بأسماء علمية، فالنهاردة الحمد لله ربنا كرمها وقالت إن الخضروات والفواكه. طبعا بنجدد المبادرة بتاعتنا، مبادرة بأول ماسكة قلم الخاصة بالأستاذة رانيا مصطفى، ومبادرة الخير معالجة الأسر وشهداء وأبناء شهداء الجيش والشرطة والسادة الأطباء بعلاج نفسي وتخاطب وتنمية مهارات ومدارس تأسيس وتغذية علاجية. وكمان انضم معنا طبعا في المبادرة الأستاذة إيمان فودة إرشاد أسري وزوجي الارشادات زوجيه، وكمان يعني فضي منازعات، يعني اي واحد او واحده عايز يطلق يجي الاستاذ ايمان هيطلق وهيتجوز الثانيه عليها. طبعا معنا دلوقتي الاستاذ ايمان فوده خبير الارشاد الاسري، هيكلمنا عن دور الاسره والسعاده في البيت او الحاجات اللي تهدم سعاده الطفل ودعم الطفل وازاي الحاجه تميزه. صباح الخير استاذ ايمان. صباح النور، اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم، انا سعيده بوجودي معاكم النهارده. ازاي الاسره تعمل ايه يا فندم عشان النقط اللي هي تاخدها وتمشي عليها اللي تزود بيها سعاده ابنها؟ طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. صباح التفاؤل، صباح السعاده، صباح الامل على الساده المشاهدين. وانا عايزه النهارده كل زوج وزوجه بيتفرجوا عليا اقول للزوج سيب الموبايل اللي في ايدك واسمعني بس في كلمتين، وانت يا ست الكل هتسيب المطبخ دلوقتي وهتسمعيني. هنتكلم كلام النهارده من القلب للقلب. اسال الله ان تكون حلقه ان شاء الله نافعه ومفيده عقلا وموضوعا وعلما، بعزوبه ويسر وسهوله ان شاء الله. وعندي بيت صغير كده انا من تاليفي للعلاقه الزوجيه، بيقول ايه؟ ود وأمان تحيا به البيوت، يفيض به الزوج لزوجه عهود، تحنو عليه زوجه بحبها، ويستظل بالرحمة هم والمولود. شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. أول حاجة الزوجة محتاجة إيه من الزوج؟ الأمن والأمان والود. والزوج محتاج ايه من الزوجة؟ محتاج منها الحب والحنان والاحتواء. طيب النهاردة ان شاء الله هنقول كده، يعني اما قبل طبعا انا في الحلقة الماضية قلت اسباب هدم البيوت، وقلت فيها 6 اسباب، منهم 3 خاصة بالزوج و3 خاصة بالزوجة. النهاردة ان شاء الله هنقول 6 أسباب برضو، 3 خاصين بالزوج و3 خاصين بالزوجة إن شاء الله. أول حاجة خاصة بالزوج وهي كثرة العتاب، ونحط تحتها 100 خط. ويا ريت دلوقتي كل زوج سامعني
بيعاتب زوجته كتير وبيرهق زوجته نفسيا ومعنويا بكثرة العتاب، ياريت ان هو يحاول يقلل على قد ما يقدر العتاب. ساعات العتاب بيكون على أتفه سبب، ساعات العتاب بيخلق مشكلة أكبر من المشكلة اللي فاتت. احنا عايزين نحاول على قدر الإمكان نعيش ما قدر ربنا ان احنا نعيش، بس بصحة جيدة وبصحة نفسية لأولادنا برضو كويسة. احنا لو في مشاكل كتير في البيت الأولاد هيتأثروا، هيأثر على تحصيلهم الدراسي، هيأثر على نفسيتهم، هيأثر على علاقتهم بالمجتمع برا. طيب بالنسبة للعتاب الزوج يعمل ايه؟ الزوج يحاول على قدر الإمكان في مشكلة حصلت تخلص في ساعتها، يفضفضوا البعض، يبدأوا ياخدوا عهد ما يتكلموش في المشكلة دي تاني، عدت خلاص. طيب كثرة العتاب بقى بتعمل مشاكل وبتاخد منهم مجهود ووقت وعمر بيضيع على الفاضي. الوقت بتاع المجادلة والعتاب والكلام ده كله يستفيدوا بيه بإيه؟ يرشدوا طاقة أولادهم، يجددوا أساس البيت، يعملوا عمل خيري مع بعض. في حاجات كتير قوي ممكن يعملوها مع بعض لو هم حطوا ايديهم في ايدين بعض عشان المركب تسير والحياة تمشي والأولاد يعيشوا في صحة جيدة. طيب دي أول عامل من عوامل هدم البيوت. تاني عامل وهو سوء معاملة الزوج لأهل زوجته. في زوج هو بيحبهم ما بيكرههمش، بس ولكن حطتهم تحت المنظار، يعني اي حاجه بتحصل يقول لك والدتك قالت لك، اختك قالت لك، فهو ده اللي بيجيب المشاكل. وبعدين في حاجه انتبه ايها الزوج، الزوجه لما بتحس ان الزوج بيضطهد اهلها عتفها والصغيره والكبيره بتبتدي تكرهه، حتى لو هي واخداك على حب، حتى لو هي بتحبك وبتعشقك هتكرهك مع الوقت، لان الزوجه بتترجم على طول اصل ده اهلي. ايوه أهل الزوجه أهل ما عندهاش تفاهم في النقطه طبعاً. دي بالذات هي بتترجم ان هو ما بيحبهاش، ما دام ما بيحبش اهلها يبقى ما بيحبهاش، ما وصلش للنقطه. لان طبعا احنا عارفين ان حد لما بيحب واحد بيحب قرايبه، بيحب اصحابه، بيحب كل اللي حواليه. طيب نتكلم في ثالث نقطه بالنسبة لهدم البيت، ودي أهم نقطة وهنحط عليها المنظار لأن دي مهمة جدا. التدخل السلبي في تربية الأولاد من تجاه الزوج، وإن في تدخل طبعا إيجابي وتدخل سلبي. النقطة اللي أنا بتكلم فيها النهاردة ديت التدخل سلبي إزاي، يعني بالنسبة إن الزوجة مثلا دخلت يعني بتقول لبنتها مثلا اعملي كذا، اعملي معايا، ساعديني في البيت، شغل البيت. لو هي البنت اعترضت وزعقت وزعلت، طبعا الاب مشكلته هنا، المشكله هنا، والبنت مستنيه رد فعل الاب يعني باشتياق. الاب هنا لو اعترض قال لها مثلا سيبيها ده تعبانه، البنت لسه صغيره ما تدخلهاش المطبخ دلوقتي، هنا بقى هنا عمل مشكله كارثيه مش هتبان الا في سن المراهقه. فإذا أنا ببتدي معهم من الصغر، بعلم الطفل إزاي إن هو يسمع كلام والدته، إزاي يساعدها في البيت، إزاي إن أنا مهنش الأم قدام الأولاد، ودي نقطة مهمة جدا. إزاي إن أنا محقرش من وضع الأم ولا كلام الأم. أنا شفت الأم مثلا مخطئة في نقطة، يبقى أخدها على جنب كده بيني وبينها وانبهها، ما ينفعش إن أنا أقولها قدام الأولاد. هنا بقى بينتج عنه إيه بعد فترة أو في سن المراهقة، بينتج عنه عقوق الوالدين وعقوق الأم بالذات، وبيبقى السبب في الأب وهو مش حاسس باللي هو عمله. ده كده خلصنا. أنا في عجلة برضه عشان وقت البرنامج إن شاء الله، عشان لسه في عايزة أتكلم عن دعم الطفل من ناحية الأسرة. أنا مع حضرتك، أنا مستمتعين جدا ربنا يبارك فيك بالحديث. ربنا يبارك فيك. هنتكلم بقى بالنسبة الثلاث عوامل الخاصة بالزوجة. أول نقطة يا ست الكل وهي أهم حاجة، ودي طبعا بتصير جدل جامد قوي جوه البيت، الشك 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 الشك. ودلوقتي طبعا النبي أكد على الحتة دي عشان دي كارثة من كوارث البيوت. بس أنا هقول لك على حاجة، الشك دايما، الشك والغيرة الزايدة فوق الفضل، يعني مش عارف، هي بتخرب بيوت، بتوصل لخراب البيوت. وبعدين مجرد ما الشيطان فتح لها باب من الوساوس خلاص، وهي استجابت له خلاص انتهى الامر، هي بتفضل تعبانه. بس ولكن انا في نقطه بعتب على الزوج فيها، ان هو
يعني هو ممكن يهدي شويه من طريق شكها، هو شايف ان هي بتحبه وغيران عليه، يبين لها بعض حاجات او بعض تفاصيل صغيره اللي بيها ان هي تهدى او يطمنها. صح. الست عايزه تطمن وتحس بالامان مش اكتر من كده. بس فبالنسبه للشك هنقول للزوجه تهدي شويه من نقطه الشك ديت، لان هي ممكن في الاخر تكتشف ان هي كل شكها ده كلام فاضي، وان هي خربت البيت وشتتت الاسره في كلام كله وهم. وممكن العكس برضك يا استاذ امين، ان الراجل يشك او يغير على اكيد طبعا هو بزياده أيوة. والغيره زياده على اللزوم بتقتل طبعا طبعا اكيد طبعا. احنا كلنا بني ادمين يعني لو ما شكناش او ما غيرناش احنا بطبيعتنا كرجاله او ستات في الـ في الـ في الوضع الشرقي بتاعنا، في المجتمع الشرقي بتاعنا بنغير سواء كراجل او ست، ما بتفرقش الغيره او الحب ما بيفرقش ما بين راجل وما بين ست. بس هي المشكله لما توصل الغيره لمرحله الشك هي دي الجزئيه بتهدم البيت على طول. اكيد جميل استاذ ايمن. هو كان حضرتك طبعا كنت مجهزه اغنيه بس من غير مايك بقى المره دي، هنقولها أيوة. كده لايف للجيش المصري بمناسبه 30 يونيو. طب احنا كده خلصنا لسه في لا بس عايزين الاغنيه. طيب بس عايزه الصوت بس تظبط لي الصوت ان شاء الله. ليه؟ الصوت لا هو الصوت كويس. هو الصوت كده طيب. الجيش المصري هو مصنع الرجال، الجيش المصري هو تاريخ مع الاجيال، شهيد ورا شهيد وهو المستفيد، شهيد ورا شهيد وهو المستفيد، عالجنة بأحلى عيد يسكن هناك أكيد. أبطلنا في قلوبنا ما هو أصل الجيش حبيبنا، أبطلنا في قلوبنا ما هو أصل الجيش حبيبنا، يتعب ويشيل بلدنا علشان الخير يزيد. نفديك بكل حياتنا بالنصر رافع رايتنا، وإيدينا في إيدين ولادنا نسعى لكل جديد. كله شهامة ومروة وحماسة وياها قوة، كله حماسة ومروة وشهامة ملياها قوة، يحميك يا جيش ليا وبدعمها تبقى سعيد. ربي حميك وحافظكو في عيون كل اللي شافكوا، ربي حميكوا وحافظكوا في عيون كل اللي شافكوا، والخير مالي قلوبكوا بشجاعة وصبر حديد. عشت يا مصر في رخاء يا بلد الأنبياء، دايما رفع اللواء بالنصر على الأعداء. عشق ترابك يا بلدي فيكي أهلي وفيكي سندي، عشق ترابك يا بلدي فيكي أهلي وفيكي سندي، مهما بعد بتلاقيني بحبك حب أبدي. أبطلنا في قلوبنا ما هو أصل الجيش حبيبنا، أبطلنا في قلوبنا ما هو أصل الجيش حبيبنا، يتعب ويشيل بلدنا علشان الخير يزيد. ودي بمناسبة بهديها للجيش بمناسبة ثورة 30 يونيو. ربنا يحفظ الجيش المصري ويحميه يا رب، ويرحم كل شهدائنا من الجيش ومن الشرطة ومن الأطباء. أنا مجهزة مبادرة يا طبعا محمد. كنت حابب أخد حاجة أخيرة من الأستاذة رانيا للشهد المشاهدين قبل نهاية البرنامج. أنا بوجه كلمة لكل أم لازم أن تعرف طبيعة ابنها، أن فرط الحركة ده مش سهل ولازم أن تصبر عليه. يعني دي رسالة بوجهها لكل أم، لازم أن تصبري على ابنك وتشتغلي معاه. شرفتينا يا استاذه رانيا. انا اكتر يعني دكتوره حنان، عايزين نصيحه اخي للامهات ان ازاي ان احنا نستغل في الوقت دوت. هو بس نصيحتي يا دكتور محمد ان لازم كل ام تتابع مع الدكتور بتاع ابنك، مع طبيب ابنك، لازم تتابعي معاه وزنه وتتابعي معاه طوله وتتابعي معاه نموه اللي هو بينمو بشكل سليم ولا لا. لازم تبتعدي عن مصادر التلوث، وخصوصا لو انت حامل، وخصوصا لو انت عندك طفل صغير لازم تبعدي عن مصادر التلوث. الخضار والفاكهه يتغسلوا كويس جدا 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 عشان نتخلص من المبيدات الزراعيه او المبيدات الحشريه. لازم برضو البقول لازم تنقعيها كويس، تنقعيها وتتخلصي من الميه بتاعه النقع دي قبل ما
تقدميها او تعمليها اكل. اخر حاجه افهمي شهيه طفلك واصبري زي ما وصيتكم في البدايه، لازم الصبر لحد ان شاء الله باذن الله ما يعدوا من الموضوع دوت او الازمه دي. ميرسي يا دكتوره حنان وشرفتينا النهارده، كان معلومات قيمه منك. تسلم. استاذه ايمان، حاجه اخيره، نصيحه للارشاد الاسري للزوج والزوجه في عجاله بالنسبه لدعم الطفل من ناحيه الاسره؟ أول حاجة طبعاً بنمي مهارات الطفل وبشجعه وبهتم جداً بالموهبة بتاعته. تاني حاجة بقلل من الخلافات الأسرية، بديله الأمن والأمان، أحسسه الأمن والأمان في جو الأسرة. تالت حاجة بهتم بيه جداً من الجانب العاطفي. طبعاً احنا عارفين أن كل طفل محتاج أقل حاجة 8 مرات تحضن طفلك في اليوم عشان يحس بالأمان، تطبطب على شعره، تمدح فيه، تقول له كلمات ثناء وحمد، كل ده بيعلي من الثقة من النفس وبيخليه طبعا شخص إيجابي في المجتمع. وبكلم النهاردة إن شاء الله أستاذ محمد في مبادرة أنا عاملاها بإذن الله، هي مبادرة جديدة من نوعها بعنوان أطفال في حب مصر، ودي انا مجهزاها طبعا اهداء مني للثوره وكده ان شاء الله. اطفال في حب مصر عامله برنامج كده ان شاء الله، ازاي ان انا اعلم الطفل يبقى عنده انتماء لوطنه وحب وطنه زي النبي صلى الله عليه وسلم ما وصانا بحب الوطن. في نقطه ثانيه ان انا اعلمه ازاي ان هو يسمع كلام الحاكم بتاعه. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهان الحاكم أهانه الله. يعني أنا أبتدي أفصص له الحديث إن هو إن إحنا الحاكم يقول كلمة أو أمر لازم كلنا نسمع بالأمر دوت، وأنا بشجع أطفالنا طبعا إن شاء الله، وهنشوف بإذن الله في الحضانة بتاعتي أنا وأستاذة رانيا بإذن الله هنعمل برنامج للأطفال. خلاص انفصلتوا عننا يعني كده؟ لا طبعا ما نقدرش إن شاء الله، دي حضانة كده. طبعا بشكر أستاذة إيمان على المبادرة الجميلة ديت، مبادرة أطفال في حب مصر بنضمها للمبادرات الخاصة بينا. يبقى كده احنا يعني الحمد لله رب العالمين قادرين ان احنا نعمل مبادرات قوية جدا، وان شاء الله بإذن الله في مبادرة تانية جاري للحصول على الموافقات بيها، مبادرة 100 مليون صحة نفسية مواكبة لنفس المبادرة اللي كان عاملها سيادة الرئيس. 100 مليون صحة احنا خليناها 100 مليون صحة نفسية. ليه؟ لان احنا دلوقتي في زمن وباء، زمن كورونا، في ناس كتير ربنا كتب لهم الشفاء، في ناس كتير لسه في المستشفيات او في البيوت في العزل، او اللي هم الاطباء او الاطقم الطبية محتاجين دعم نفسي. فاحنا هنعمل مبادرة 100 مليون صحة نفسية ومبادرة الخير اللي هي علاج الأسر وأبناء الشهداء الجيش والشرطة وأطقم طبية بالكامل، أطباء وتمريض ومساعدين. وشكرا يا فندم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقيكم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.